بحث ملف إعمار محافظة نينوى والاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته معارك تحريرها من داعش كان محورا لزيارة السفير الفرنسي في العراق بورنو أوبيير إلى الموصل، والذي أكد خلال مؤتمر صحفي التزام بلاده بمساندة العراق في حربه ضد داعش، كما جدد وقوف فرنسا إلى جانب أهالي محافظة نينوى. فرنسا وقفت إلى جانبكم في الحرب ضد داعش، وفرنسا ستقف إلى جانبكم في بناء السلام، وهذا سبب حضوري إلى جانبكم هنا اليوم. كما أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بالوعد الذي قطعته الحكومة الفرنسية على لسان وزير خارجيتها بإعادة بناء وأحياء جامعة الموصل التي دمر أجزاء منها تنظيم داعش. إعادة بناء وإحياء جامعة الموصل، ده كلمات من وزير الخارجية الفرنسي أكثر من 6 أشهر، وأكده رئيس الجمهورية، وده أيضا سبب حضورنا. قائد عمليات نينوى الذي استقبل السفير الفرنسي أكد إعطائه صورة واضحة عما تعانيه المحافظة وما تحتاجه اقتصاديا وأمنيا، مشيرا إلى أن نينوى تترقب دور فرنسا في المساهمة في إعادة الإعمار بوتيرة سريعة، كما هو دورها في المشاركة مع القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب. مثل ما كان لفرنسا دور كبير في دحر داعش، راح يكون لها دور أيضا مميز في إعادة البناء في مدينة الموصل. أنا تكلمت مع ساعدته كثيرا، أنا اللي يهمني أنه وتيرة إعادة البناء تكون سريعة، إيجاد وظائف لأهلنا في مدينة الموصل. وتجول السفير الفرنسي في بعض مناطق المدينة القديمة وجامعة الموصل للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بهما. بحث ملف أعمار نينوى وجامعة الموصل التي طالها ضرر الإرهاب أبرز ما في حقيبة السفير الفرنسي خلال زيارته لمدينة الموصل. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.